بسمك مرحب كل عذراء الناس من الناس إله الناس وشر وسخ الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجن كلهم من السبق الأرض ربنا ولك الحمد عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. أيوة بقى مساء الخير. أيوة بقى لا ده لازم اللمبة تنزل شوية عشان اللمبة عالية قوي وأنا مش طايلة النور بصراحة عمالة أشب عشان أطول النور. هنزل لي اللمبة شوية كمان 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 لأن النور راح من على وشي. ايوه طب كويس حلو قوي 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 تمام. بس هنا برضو النور مش عارفه ماله النور ماله الانستجرام هو اللي كويس الباقي الحاجه النور مش مظبوط فيها مش عارفه اعمل وقت كان عيدو وقت كان عيدو يلا بقى ايوه بقى يلا بقى يا جماعه ايوه كده ايوه بقى ويلا بقى واشتات وعسلات وفلات ايوه بقى عايزين ده يشتغل بقى القتيل بتاعنا المحطه اللي احنا كل الاعلانات عشان خاطر المحطه يا ريت نصغر شويه عشان انا وشي كبير جدا فمش طايل الكاميرا كلها نصغر وشي شويه ايوه نصغر الكاميرا شويه ايوه كده تمام تمام كده جميل دان دان كده جميل قوي 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 اشتات وعسلات وفلات يا جماعة لسه ما اشتغلتش ليه؟ ليه يا قطة؟ يلا يا قطة يا قطة يا كتكوتة يا كتكوتة مساء الفل مساء الفل أفضل بقول مساء الفل لغاية لما المحطة تشتغل على اليوتيوب المحطة بتاعتي اللي احنا عايزين نخليها تتوثق اللي احنا مش عارفين لسه نوثقها لغاية دلوقتي مش عارفة ليه I don't know why ليه البروبلم ده انا مش عارفه عايزين نوثقها لسه مش عارفين ليه مش عارفين نوثقها مش عارفه بتشتغل ان شاء الله او نشوف اي ايباد تاني يشتغل مكانها نحطه بداله نشوف مش مشكله خالص هنا ده باين الناس بتتفرج على الماتش لا خلاص خلص. لا 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 الماتش ما خلصش باين خلص خلص عارفين ليه لان انا شايفه لسه الريتم هو صغير خالص قليل على الانستجرام والميديا يمكن دخلت في وقت الوقت مش مستحب دلوقتي عشان الماتش شغال اكيد اكيد عشان الماتش شغال ابن اخويا خدعني قال لي الماتش خلص فما اعرفش اذا كان خلص ولا شغال اكتبوا لي لو كان شغال قولي لي شغال ولا لا مش عارفه الماتش شغال ولا ايه لان انا شايفه على فكره انه الماتش ظهر شغال يا جماعه يا اخوانا يا اهل الدار يا اهل المنزل يا اخوانا يا اهل الدار يا اهل المنزل يا اخوانا يا اهل الدار يا اهل المنزل ايه الاخبار ايه الاخبار ما اشتغلتش لسه بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يهدي يا رب يهدي يا رب يهدي يا رب يهدي ايه الماتش شغال اكيد لان الايبادات واقفين خلص استلموا الكاس وكل الانستجرامات والحاجات واقفه خالص خلص والزمالك والله واقف مفيش اي كومنتات عليه اهو شغال ايه ده في كومنتات مفيش حاجه خالص الناس بس الناس بتحضر عشان حاجه رمضان عشان مش عارفين لا ملهاش دعوه دي بحاجه رمضان هو رمضان شهر كريم والمحلات هتقفل مش هتقفل المحلات ايه الموضوع ايوه بقى سافر بيسافر لا لا ايوه بقى ويلا بقى افتح المحطه من هنا افتح المحطه من هنا طب يلا افتح المحطه من هنا نفتح من هنا سمي كده بسم الله اوكي سمي بسم الله الرحمن الرحيم يلا ها ان شاء الله اشتغل باذنك يا رب يا رب يا رب ولد بنت يا رب ولد بنت يا رب يا رب فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.